مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم، برحب فيكم من جديد مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. أحلى صباح بتابع معكم، أكيد نحن عم نتشارك من خلال السوشيال ميديا كل تفاصيل برنامجنا، وطبعا من خلال www.telelibon.com.lb. بهيدي الظروف يلي عم نمر فيها، الموسيقى بعدها قادرة تنقلنا لعالم تاني، وبعد في إبداع وبعد في فن وبعد في خلق بالكلمة باللحن بالجملة الموسيقية، لأنه هذا فن قائم بحد ذاته لحتى يقدر يخلصنا، يقدر ينقلنا ويقدر يحطنا شوي بجو بعيد عن البشاعة يلي عم نمر فيها. الموسيقى دايما شفاء للروح، وكيف إذا كان شخص شغلها بشغف بحب بعمق عن دراسة وعن موهبة. أيضا ضيفي بالستوديو لحتى نحكي أكثر عن فريسون دامور، المؤلف الموسيقي والشاعر جوزيف مراد. صباح الخير. أستاذ صباحك. أهلا وسهلا فيك جوزيف. بداية لما نحكي عن حضرتك، أنت حائز على ماجستير بالعلوم الموسيقية وعدة شهادات تقدير بإدارة الجوقات، وأيضا على صعيد العالمي كمان من إيطاليا ومن أماكن تانية. قد ايه الموسيقى جزء من حياتك، وقد ايه هذا الجزء هو يمكن من أفضل ما أنت هيك بيعطيك شوي راحة وبعد عن كل شيء بتمر فيه، وخاصة بهذه الظروف؟ أنا الموسيقى تندهك، ندهتني بالتأليف من أول ما وعيت، ومثل ما أنت بحاجة لأنك تشوف جمالية، الموسيقى بتفتح لك شبابيك على الجمال، بتخليك تشوف الدنيا أحلى رغم الظروف البشعة ورغم شو ما بحيطك من أسى ووجع، بتضل تحس انك انت قادر تحلم، والحلم بيوديك على ابداع، وهني والشعر اثنيناتهم توم بيودوك على طريق الابداع. وبهالسبب ما كنت لاقي، رغم اني كنت ببداياتي بدي اعمل علوم سياسية ودرستها، بس كانت كل مرة تندهني وشطيت لعندها أتاري هذه الطريق اللي بدي اياها. اليوم جوزيف بس نحكي عن خيار شخص وعن الموهبة، قد كان عمرك لما انت وعيت لموضوع انه عندك ميل للموسيقى، وهل كان في حدا عنده انفلونس بالبيت، يعني حدا بالبيت بيلعب موسيقى بيغني بيألف او بالشعر؟ ما بعرف خبرني. بالحقيقه ما كان في حدا، وما كان الجو بيوحي انه انا لازم اعمل موسيقى، وحتى انه المجموعه الكبيره من العائله كانوا يستغربوا انه شو تدرس بيانو عم بحكي انا بالسبعينات. الشعر مبلا بي كان منحي شعري، ومنه يمكن جينيتيك القصة، يمكن دربت، يمكن غيري، بس انه هو كان احد الاسباب، واطلاعه الدائم على الشعر خليني انا اتحفز بالكتابة، وانا صرت اكتب الموسيقى واعمل اغاني للمسلسلات بنصة، اعتبارا انه هني توازن بين كفتين. تتذكر لما بلشت عن عمر صغير الموسيقى؟ خبرني شوي عن هاي المراحل قبل ما يكون في نضج بالخيارات وبالاستكمال بالدراسة وبكل شيء. خبرني شوي عن جوزيف بطفولته بالموسيقى، كيف هو كان يسقف حاله، كيف كان عنده حشرية موسيقية؟ خليني أقول ليك، هذا السؤال بيذكرني بشغلي بتضحك. قبل ما اتعلم موسيقى كنت اكتب البورتي، يعني الاسطر الموسيقيه، واكتب شو ما كان عليهم، لدرجه اني احتفظت بهذا الدفتر وصدقت انه الموسيقى مزبوطين، وراح بالنسيان. بس درست رجعت له وشفت اني السخافه اللي حاططها كانت حافز للشيء الجدي، وبالشعر حتى المحاولات كانت نوعا ما متقاربة. وهون بقول لك انه ببقى بنفتح حديث عن الشعر، الشعر والكتابة، يعني النص النثري اثنينهم هن متوازيين طبعا. بس فيهم فرق كتير كبير. بول فاليري بيقول الفرق بين الشعر والنثر مثل الفرق بين المشي والرقص. ما فيهم يقولوا لك هيدي المقولة النثر الشعري والشعر النثري، يها يها هديك. هون بالشعر عندك قافية ووزن وصور بيانية ميتافور. اليوم صرنا بعصر الأغنية اللي بتحكي مثل المواعظ والتقريرية، كأنها تقرير طبي أو بوليس وعم بيكتبها بس موزونة، بينما هي ربينا نحن على صور شعرية، سعيد عاقل وصولا للرحابني إلى ميشيل إطراد إلى آخره. هالكم الهائل من الصور ترفعك، بتنمي خيالك، ما بتبقى على الأرض ك
كأنك مش موجود إلا بصحراء. بالحديث عن تنمية الخيال وتنمية الموهبة، أداة دراسة أمر مهم بالموضوع الموسيقي، لحتى الواحد إذا عنده موهبة خام يكون عم يسألها بدراسة ويكون عم بيوجهها للمكان الصحيح. ما في شيء بينمى منه لحاله، مثل عطية الحياة، بدها موهبة، هي عطية حياة، بس بدها صقل، بدها تطوير، بدها دراسة أكاديمية. البقاء على أنه أنا ابني ذكي والموهبة تكفيني، لا، التطور بيحتاج للتعميق بالدراسة. كل طبيب بيعمل أبديت لكل أشغاله وكل العلوم اللي عم بتصير بالموسيقى. من إحنا أنا درست شيء اسمه ميوزيكولوجي، ميوزيكولوجي على فان هو يعني العلوم، علوم موسيقية. كتير بيظنوا إن هي للي فاشل سيانتيفيك بيروح على الموسيقى، بالعكس بده يكون كتير ضليع بهالموضوع، وإذا ما عمل هيك بيبقى مطرحه. مش كلهم في الموهبة، مش كلهم، يعني إنه عطينا موهبة كان في رحابني حد ووصلوا الناس، وصلوا الموسيقى. بدك تدرس تتصير تقدر بمجال التنافس والتطور، لأنه الموسيقى مراحل، المرحلة الباروك، الكلاسيك، الرومانتيك، المودرن، هلأ الفيوجن، الخليط. إذا ما عندك إلمين بهو كلهم بتبقى مطرحة. طبعاً جوزيف، اليوم إذا بدي روح لإصدارك الأخير في سون دامور يلي بيضمن أكثر من 30 مقطوعة موسيقية ومن ضمنهم كمان أغاني مسلسلات نعرفها وشاهدناها، خبرني شوي في سون دامور من العنوان لأنطلق منه، هيدي رشفة يلي فيها حب، يلي بتشبه عملك، يلي بتاخدك أكثر لحنين العمل، خبرني ليه أردت أنك تجمع كل هالأعمال ضمن في سون دامور؟ 80 قطعة فيه بثلاث سيديات، هن مجموعة مسلسلات ما قبل سنتين، يعني من سنتين تم إصداره على أساس بدنا نعمل حفل التوقيع وصار اللي صار من بين أحداث وكورونا. نتأمل أنه نرجع نعمل حفلة التوقيع إصداره مع الأوركسترا. فريسون دامور هو إيحاءات الحياة، ما بيتجي جمالية الحياة إلا عبر الحب. الحب مثل الموت، إذا ما كان هو الحافز بتموت أنت وعايش. وهالموسيقى كانت من ضمن مقطوعات خاصة، وضميت لقلون المسلسلات اللي هيني بحدود هلأ صاروا 22 مسلسل. من المعروفين كان ياسمين، أولك الحب كل الغرام، إلى يارا، الأرمل والشيطان، شوارع الزل، عندما يبكي التراب، إلى آخره. هالمجموعة كلها حطيتها تأفتح شباك للجمال وأترك عطر. يعني سعد عقل بيقول علمتني حلوة الحلوين انفليت أترك عطر بهالكون، غنية لفيروز. هيدا هو المبدأ اللي بدي اياه، هيدا هو السيناتور او بصمة، احدى البصمات اللي حبيت اتركه. شو اهمية انه يكون في قطع موزعة اوركستراليا موجودة ضمن المقطوعات يلي هي بفريسون دامور؟ في مقطوعات بور بيانو، يعني او سوناتا فورم، هيدا يعني اشكال مثل ما بتقول دور ولا تقطوع الى اخره. وفي كونشيرتو، يعني حوار ما بين الآلة وآلة تانية، وفي الأوركسترا. هيدا التنوع مثل الحياة، بيشبه الحياة، ما في بستان بيشبه التاني وما في زهرة تشبه التانية. إذا كان على نمط واحد بور بيانو مثلا أو آلة وحدة سولو تمول، بعدين إذا كان في أوركسترا كل الوقت بتتعب. عطيتك كل إيحاءات الحياة، عطيتك كل ألوان الدنيا والفصول، وهي هي بتشبهها. وهون بتخليني باردون تفرجيك انه عمق الدراسة كيف بتبين توزيعيا. طبعا جوزيف، اليوم لما روح للشعر، لكتابة الكلام يلي محطوط على ألحانك، كمان يعني بين جوزيف شاعر وجوزيف الملحن، كيف بتماشي لحتى تكون عم تعمل أوتوكريتيك، لحتى تكون عم بتصلح كمان وتكون عم بتماشي الأمور مع بعضها؟ لأنه أوقات الواحد قد ما بيشتغل يمكن ببطل هيك يقدر يتطلع على شغله من منظار شوي أوبجكتيف ويعطي رأيه لحتى يصلح. كيف بتشتغل لحتى تعطي أفضل ما عندك بين جوزيف الشاعر وجوزيف الملحن؟ سؤال كتير حلو. في شيء بيسموه بالموسيقى التوليرانس، يعني التأقلم على البشاعة وعلى الجمال. يعني إحنا قاعدين باستوديو عم نسجل، على كتر ما بتسمع القطعة ما بعد تقشعل الأخطاء أو حتى الجماليات. بيقولوا الناظر على المعركة أفضل من الذي يعارك، لأنه بيقدر يشوف الشان دو باتاي، المجال دو اكستيريور، يعني صح. عم يطلع من الخارج. لهالسبب أنا من البداية في بارتنر، في بارتنر حد مني، في شريك يكون حد وحدي
حتى يسمع عني، وببعد عن قطعتي وببعد عن شعري مسافة أيام لأرجع اطلع وين الأخطاء، وين الإعادة، وين التصليح. نعم. وإلا ما بعود تشوف الفرق بين البشاعة والجمال. الحقيقة عم نتشارك مع المشاهدين ببعض لقطات يلي هن بشكله فريسون دامور من الكوفر من السي دي. قدي هيدي التتمة يعني الجرافيكس، الصور، الباتون، كل هيدي التفاصيل اللي عم نشوفها، الوقت يلي بيعكس كمان الاشياء يلي عم تشتغل عليه بسرعة الموسيقى او خفتها، خبرني شوي قد هيك لازم يكون في تكامل بالعمل لحتى الواحد يقدر يوصل رسالته. ومن فريسون دامور شو بدك توصل؟ شو الرسالة؟ على الكفر انا حاطط جملة ماضية بإيدي بقول لا ميوزيك سي لا ليبرتي انفيني، يا الحرية اللانهائية والمطلقة الابسولو، وحاطط انه لي مو هن لومبر دي سنتيمون، هن ظلال الاحاسيس. نعم. الكلمة والموسيقى بيفرجوك شخصيتي ويفرجوك شخصية الانسان، والصورة المحطوطة بتكمل لانه نحن نحتاج للمحسوس، والموسيقى المحطوطة والكلام مع الاغاني الغالبية هي موسيقى، لأنه نحن بداية مجتمع أو شعب بحب الحكي. لاحظ بنحكي كتير، سماع الموسيقى شغلة بدها تدريب، أنك تروق الأصغاء، تتروق ما تحكي تسمع. من هالسبب في الكمية الغالبة هي موسيقى صامتة، بنسميها صامتة بمعنى أنه ما فيها كلام. وفي الأغاني الجينيريكات اللي عم تنزل كانت بالإجمال أعملها موسيقى، مرقنا مرة مرتين أغاني لقوا استحسان أكتر عند الناس، المنتج والمخرج صار يفضلوا تعملوها غنية ويجي شانتور، بما أنه أنا عم بخدهم من الأسامي المعروفة إن كان معين شريف ولا ناجي قسطى ولا هشام الحاج وإلى آخره، عم نشتغل مع هذا النوع من المطربين ليعطونا القيمة الفنية المضافة على العمل. صارت ترند اذا بدك انه نحط غنيه، مع اني انا اتجاهي بقول الموسيقى التصويريه لازم تكون موسيقى بس المشهد بكمل الموسيقى، مثل ما الصوره على الكفر كانت بتكمل شو عم بحط جوا. لنشارك المشاهدين بفريسون دامور رح نشارك معهم تراك لحتى نعطيهم هيك شوي من الجماليه اللي موجوده بهالثلاثه سي دي بفريسون دامور، نرجع نتابع حوارنا نصغي سوا. عندما يبكي التراب يلي هي من المسلسل، خبرني شوي الموسيقى التصويرية بعملها تقرا النص قبل تكتشف الشخصيات، خبرني شوي كيف بتصير صياغة الموسيقى لحتى تناسب أجواء المسلسل، الشخصيات، الأحداث يلي عم بتصير، كيف بيصير العمل من هالناحية بالموسيقى التصويرية؟ المطلوب وهو الأساس البروسيدور اللي بنمشي فيه، أنا بستلم النص، بستلم السيناريو كامل،
يعني بحب اقرا كل التفاصيل تستوحي هاي القصه، مثل ما عم تقرا كتاب، بقرا القصه وبعيشها فعلا، بعيشها بصير بحالتها، بكتب الموسيقى التصويريه، والصعوبه هي بالتفاصيل المشاهد، يعني الموسيقى اللي جوا هي اصعب من الجنريك برايي، والتلمس على النظره على التطليع على الاكسبرسيون الداخلي، يعني في اتدام بنسميها، يعني حاله نفسيه جوا كيف بدك ترجمها؟ ممكن الممثل ما يبدع فيها او ممكن ما توصل لسبب ما. انا كمؤلف بدي ظهر هذا الموضوع، وبعطيك مثال، شوف فيلم امريكاني اوروبي عمول ميوت وشوف الترجمه بس شو بتحس، او رجع مع اسمع الموسيقى شو بتحس. احساس الموسيقى بيوديك للمدى الابعد، من دونها تبقى مطرحك قاعد على الكرسي. طبعا هي مكمل لاداء الممثل، للاخراج، للكتابه، لانه كلها عناصر بتشكل يلي عم نشوفه على شاشه وبتاخذنا لابعد، مثل ما عم بتقول جوزيف. اليوم في تحضير لاعمال جديده، يمكن لمسلسلات، ما بعرف، خبرني شو الجديده اللي عم تحضر. على طول انا نون ستوب، يعني هلا عندي 2 سيناريو عم بقراهم وعم بشتغل عليهم، بلشنا بمرحله كمان مع المنتج والمخرج علي معلوف، لانه اغلبيه الغالبيه تايتلز اللي شفناهم كانتاج اغلب شيء، بس كاخراج في غيره، في رندا لقدايح، في فادي ابراهيم بحبه كثير لفادي، وفي يوسف شرف الدين، هول تذكر هلا موجودين. التحضير دائم والكتابه دائمه وما عم نوقف، يعني بنسلم وبيرجع بكمل، وهذا يمكن من حظي، لانه بفتره من الفترات بيسالوك بعض الناس انه ليه ما كنا نعرفك قبل. انا بالوجه يمكن ما بيشوفوني، بس كميه الاعمال انا لي بحدود 18 سنه نون ستوب على الشاشه. الموسيقى اللي بلشت فيها كانت نوعا ما غريبه على المنحى اللي كان ماشي عليه. الناس بتفتكر انه الموسيقى لازم تكون مثل الفولكلور، وهون افتح هلالين، الفولكلور بعض الناس بتظنوها انها شيء نكته او شيء كوميك. كلمه تعني حكمه الشعوب، ما تجمع لنا الناس من الميثولوجيا، تقاليد، العادات، صارت حكمه الشعوب، فولك لور، فولك شعب، لور المعرفه. هيدا بيودي لالتزام. الموسيقى اللي عملها زياد الرحباني كانوا عاملين ثوره عليها، صارت مدرسه وقبلوا اهلهم. ونحن اذا ما زدنا على الحلا شيء مدماك جديد بنكون قاعدين مطرحنا، ونحن اللي بدنا نفتح شبابيك الدنيا. اندري مارلو بيقول يعني الارتيست ني با ترانسكريبتور ايلوني لو ريفال، مش هو الناقل، هو اللي بيزيد على الخلق، هو اللي بيضيف للدنيا. نحن مش بس ننسخ، نحن بنعطيك حياه ثانيه. الفنانين، وكلمه فنان شغله كثير خطره، التزموها بعض الاشخاص بانتحال صفه، وانا بكره انها تكون لمين ما كان تنعطى، لان الى حيثياتها. طبعا لما نحكي بهذا الشغف يلي عم تحكي فيه بعملك، كمان مش سهل الواحد يستمر بهيدي الظروف، مش بس استمراريه، انما كمان يكون عم يخلق موسيقى وكلام وشعر، وعم يخلق ابداع كمان منه هين بهيدي الظروف يلي ما فيها شيء من الانسبريشن وما فيها شيء الا من واقع مر، يمكن الواحد بيستغله لحتى ياخذ منه ويحط بهالمكان. جوزيف موفق بكل شيء بتعمله، هيك ما اذا بتحب تضيف شيء بختام لقائنا. ضيف اشكركم، اشكر تلفزيون لبنان، واشكرك لك شادي على الحوار اللي نحن ما بنحضره، نحن يعرفوا الناس هذا سبونتاني بيطلع. تلفزيون لبنان كل انا جاي مرات قليله، بس بكل مره بحس بعبق التاريخ فيه، وبحس انه لبنان الحلو اللي عشته واللي شفت منه شوي بتمنى انه يرجع مثل ما هالتلفزيون باقي يبقى لبنان. ان شاء الله نرجع لايام احلى، ويكون لبنان دائما مناره للثقافه وللفن، ونرجع للمهرجانات ولكل شيء بيلبق لنا بيشبه الحياه وبيشبهنا. المؤلف الموسيقي والشاعر جوزيف مراد، شكرا لك، الف مبروك فريسون دامور، وناطرين موسيقى جديده لحتى نسمعها. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم، بذكركم بختام الحلقه شاف نادين اسيس رح تكون معنا بعد في لقاءات